كم ما شايفيه. يلا شوفنا. راح تقولي لي شنو هذا العرض؟ يلا قولي. عرض ما ساحر هيك عندي خفة أيه؟ وموهبة خفة؟ ما شاء الله. لحظات هسه هاي مو كلينس هاي؟ كلينس هاي أي. وهسه شنو؟ هم كلينس هاي. يعني ما مكذب عليكم. وين كلينس هاي؟ يا شفت الخفة؟ سبحان الله هاي وين راحت؟ ما أقولكم مالي ساحور. عيني ساحور شنو؟ أوقف أوقف هسه شنو أنت يعني هاي الحركة سحر لازم أنبهر؟ يعني شنو أنت ما انبهرتي؟ طبعا ما انبهرت. هاي الكلينس هاي نصها مبين من نردانك. شلون؟ آخر شيء كنت أتوقعه أقرب الناس إلي تفشلني عكس العالم. شوفوا بالخارج الموهوبين شلون أهلهم يشجعوهم واني اقرب الناس تضيع حظي تريدني فاشل. اه يا زمن ايش قد قاسي على الطيبين. خلصت من مرحله السحر لازم نفوت بمرحله النوح واللطم والقلوب الاصفر. عيوني اقعد واني افهمك. يعني شنو الحركه؟ ما تبهر سوي لنا فتشي اقوى منها حتى نقول انت موهوب. ها يعني الحركه اغيرها؟ ايه اجي وياك. يلا تعال. هسه هاي مو كلينس هاي؟ كلينس هاي. وهسه شنو؟ هم كلينس هاي. يعني هم مكذب؟ اي عنكم وياي. خوش هسه شلوني؟ سبحان الله كل شي ماكو بداية. هاي سويت يا معود ولا مبينة اصلا خفة. يعني شنو ما انبهرتي؟ عابت هالخفة يا معود صدق كذب مهم يعني نفسها وطالعة من الردن. سكتي لهنا وكافي. راح اخلي الفضائيات تركض وراي الا اشارك ببرنامج عرب جوت تالنت واخلي نجوى كرم تقول لي يخرب بيتك امي ان جيتك واخلي احمد حلمي يحقق حلمي.